والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هكذا ذكر القرآن الكريم هذا المحصول الاستراتيجي الذي بدأت مصر بالفعل في التوسع فيه، وهو ما تم مناقشته اليوم في مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر. معالي الوزير الزراعة دكتور عز الدين أبو سديد، أهلا بحضرتك في برنامج من سيزرع المليون. حابين في البداية فندم نعرف من حضرتك وضع زراعة الزيتون في مصر ومستقبل زراعته في إطار رئاسة مصر المجلس الدولي للزيتون. الحقيقة من سيزرع المليون من ضمن اللي هيزرعوا المليون الزيتون. احنا الندوة المنعقدة النهاردة بتناقش على وجه التحديد فرص الاستثمار في زراعة وصناعة الزيتون هنا في مصر، لانه الزيتون احد البدائل الاستراتيجية المهمة للزراعة في الاراضي المستصلحة والجديدة، زي ما احنا عارفين من المحاصيل اللي بتتحمل الجفاف، تتحمل الملوحة، وأيضا القيمة الاقتصادية للزيت على مستوى العالم قيمة عالية. احنا كنا في خلال الندوة كان في مناقشة للأسعار وإنها بتتعدى 10 يورو لللتر طبعا، بس ده للزيت المكرر والمصفى يعني. وطبعا هيكون في مشاركة لمؤسسات دولية، شركة الريف المصري هتعرض الفرص الواعدة للزراعة ضمن المشروع 1.5 مليون، ونتمنى ان شاء الله انه الندوة دي تتيح فرص للتعاون المشترك والاستثمار في مجال زراعة الزيتون. حضرتك فندم ذكرت انه هيتم طرح اراضي في مشروع 1.5 مليون فدان لزراعة الزيتون، ده هيتم ازاي خلال الفترة اللي جاية وطرق الطرح هتكون ازاي؟ من خلال شركة الريف المصري، وهي زي ما قلت هي هتعرض برزنتيشن عن المناطق خصوصا في المغرى وغرب المنيا وبعض المناطق الأخرى في سيناء، في مناطق بتبقى خاصة بالمصريين فقط، في مناطق ممكن يتاح فيها الاستثمار الدولي، وهتعرض على وجه التفصيل يعني. فندم بالنسبة للقيمة المضافة، حضرتك ذكرت ان هناك قيمة مضافة كبيرة للزيتون سواء صناعة الزيت او الاعلاف او استغلال يعني شجرة الزيتون من كل الجوانب بتاعتها، كيف سيتم ذلك خلال الفترة المقبلة؟ هل هناك تعاقد مع مستثمرين في مجال الصناعة لإضافة قيمة مضافة لشجرة الزيتون او ثمرة الزيتون؟ المفروض انه اللي هيستثمر في زراعة الزيتون في الاراضي الجديدة مش بس الموضوع زراعة، ولكن أيضا استخدام الميكنة في عمليات التأليم والحصاد ورعاية النباتات، وأيضا توفير زي ما قلنا مصانع أو معاصر للزيت. دي كلها حاجات بتعمل أولا القيمة المضافة، ثانيا بتوفر فرص العمل، ومن هنا بيجي التكامل مع مخلفات الزيتون اللي يمكن تدويرها أيضا لزيادة القيمة المضافة من وحدة المساحة. آخر سؤال يا فندم، بالنسبة لمشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون، هل المشروع ده بدأنا به بالفعل، وأي المناطق اللي هنبدأ فيها وإزاي هنبدأ؟ المناطق انا قلتها قبل كده فما فيش داعي ان احنا نكررها تاني. احنا وصلنا حاليا لحوالي عدد بيتراوح ما بين 40 و45 مليون شجرة زيتون في مصر، وزي ما قلت السنوات القادمة ان شاء الله لحد 2022 بالخطة المطروحة للاماكن المتاحة لزراعة وانتاج وصناعة الزيتون هنقدر ان شاء الله نوصل لهذا العدد. شكرا جزيلا معالي الوزير. النهاردة يا فندم احنا في مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر، عاوزين نعرف من حضرتك كيف ترى زراعة الزيتون في مصر ومستقبلها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل المشروعات القومية ومشروع 1.5 مليون فدان. هو احنا كمجلس المصري للزيتون عاملين مشروع الأغصان السبعة للزيتون، اللي بيها عايزين نأمل أو كنا حاطين خطة وعرضناها على سيادة الرئيس سيسي ان احنا نزرع 100 مليون شجرة بحلول 2020.
للأسف احنا مش هنقدر ده، واستأذناه ان هيبقى 2022 نكمل الخطة بتاعتنا بإذن الله. احنا لحد النهاردة تقريبا نقدر نقول موجود من 50-60% اتحقق من الخطة دي. طبعا فرص الاستثمار في الزيتون في مصر كبيرة جدا جدا جدا. يكفي تعرف ان المساحة المنزرعة في مصر اقل من 10%، فعندنا 90% من مساحة مصر اللي هي 1,000,000 كيلومتر مربع فاضية. عندنا المياه الجوفية، عندنا المناخ المتوسطي المحبذ للزيتون، وطبعا زي ما شرح دكتور السيسي وأعضاء المجلس الدولي دلوقتي إن مصر هي يعني كان الزيتون من أيام الفراعنة، ولقينا أثار للزيتون وزيت الزيتون في التوابيت بتاعتهم المحنطة. فإحنا لقينا دي فرصة كبيرة جدا، ماذا وإلا إن الدول جنوب أوروبا، أسبانيا وإيطاليا واليونان ابتدى تعاني من مرض اسمه زايليلا، ده بيهدد بانقراض المزارع عندهم. فإحنا لقيناها دي فرصة الحمد لله، وإحنا عاملين كوردون جامد جدا جدا لكي لا ينتقل الوباء ده إلى مصر. إيه يا فندم اسمه إيه؟ زايليلا فاستيتيوزا. ده بيقضي على المزارع لدرجة ان البوليس بيعمل كردون عشان يحرق المزرعة، والراجل يقولك الايطالي او الاسباني يقولك احرقوني جوه المزرعة. دكتور محمد جبر، مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، اهلا بحضرتك يا فندم في برنامج من سيزرع مليون. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. النهارده يا فندم في يعني كلام كتير عن محصول استراتيجي اقتصادي مربح له قيمة مضافة عالية جدا وهو محصول الزيتون. حابين نعرف من حضرتك كيف يمكن أن يشارك معهد بحوث البساتين في التوسع في هذا المحصول الاستراتيجي الهام حسب ما ذكر وزير الزراعة. الحقيقة طبعا إن يعني محصول الزيتون وأحد المحاصيل الهامة جدا بالنسبة لمعهد بحوث البساتين، إلى الدرجة إن هو له قسم خاص به هو قسم بحوث الزيتون. فطبعا هذا القسم بيقوم بالبحوث بشكل دوري وبشكل مستمر على أساس أن يعمل عملية تطور لزراعة الزيتون في مصر. هو اللي مسؤول عن الأصناف الجديدة واستنبط أصناف هي حاليا دلوقتي محل تقييم عندنا في المعهد، والميزة الأكبر فيها إنها متخصصة في إنتاج الزيت، وده هيعمل نقلة نوعية بالنسبة لنا في مجال الزيت في مصر. مهندس محمد ساري، المطور الرئيسي في مشروع مستقبل مصر التابع للقوات الجوية، حضرتك النهاردة شاركت في مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر، وكان لي حضرتك رؤية للتوسع في زراعة الزيتون في المشروع، وقدمت فرص كبيرة للمستثمرين المصريين والأجانب. عاوزين نعرف من حضرتك رؤية الشركة خلال الفترة اللي جاية وتفاصيل عمل الشركة. وطبعا احنا كان لينا الشرف ان احنا نشارك النهاردة في المؤتمر الدولي لمجلس الزيتون، واحنا حاطين زي ما انا وضحت في البرزنتيشن بتاعتنا، احنا كنا حاطين خطة بدأنا في 2017، زرعنا حوالي 100,000 فدان في خلال سنتين ونص، بتنتج مختلف المحاصيل، بطاطس، بنجر سكر، قمح، طماطم، كانتالوب، حاجات كتيرة جدا. عندنا المشروع حوالي طول 70 كيلو، بعمق 20 كيلو، 350,000 فدان المساحة الإجمالية للمشروع. أما فيما يتعلق بالجزء المستقبلي، إحنا حاطين من خلال الرؤية بتاعتنا إن إحنا نستكمل 350,000 فدان قبل نهاية عام 2020، ونطور أو نستفيد من كل الإمكانيات المتاحة للمشروع. فبنفكر ان احنا نعمل جزء مخصص لزراعة البنجر للمشروع او للرؤية اللي قالها السيد الرئيس انه عايز يعمل وادي البنجر، فهنخصص جزء من المشروع ليزرع فقط بنجر سكر، وذلك احد المحاصيل الهامة لتقليل الفجوة بتاعت استيراد السكر. الجزء الثاني مخصص لزراعة محاصيل استراتيجية تصديرية زي البطاطس، تمام،
احد المحاصيل اللي سببت مشاكل في الفتره اللي فاتت، فاحنا بنزرع هنوصل بيها حوالي 40,000 فدان سنويا تزرع بمحصول البطاطس، هيتم تصدير جزء منها وجزء هيدخل السوق المحلي. دكتور بسام العويش مدير مركز ابحاث الزيتون في المملكه العربيه السعوديه، اهلا بحضرتك في مصر. اهلا فيك، حياكم الله. برنامج من سيزرع المليون متشرف بوجود حضرتك معنا في البرنامج. احنا النهارده في مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر، حضرتك شايف هذا القطاع الزراعي المهم مستقبله في مصر وفي المنطقه العربيه خلال الفتره المقبله، خاصة في ظل توجهات الدول نحو هذا المحصول الاستراتيجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا أشكركم على الدعوة، وبحقيقة الأمر الاستثمار في قطاع أو في الزراعة عموما في مصر يعني لها إن شاء الله مستقبل زاهر وممتاز، خاصة فيما يخص الزيتون. طبعا الزيتون احتياجات الحرارية الضرورية للنجاح متواجدة في مصر، و بالتالي إن شاء الله يكون له يعني مردود عالي. يعني المهم في هذا القطاع اللي هو التوجه لزراعة زيتون المائدة والتركيز عليه أكثر في المناطق الجنوبية من مصر، وهذا رأيي الشخصي، ولكن إذا كان أمكن من زراعة زيتون اللي هو الأصناف الزيتية يكون ناحية الشمال، خاصة في الساحل الشمالي أو وادي النطرون، فأتمنى أنهم يرعون فيها النقطة، وإن شاء الله لها مستقبل كبير جدا لمردودية عالية، خاصة مع الميكنة الحديثة بالسوبر هاي دنسيتي راح يكون فيها انتاج عالي، وبإذن الله موفقين. انتهى مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الزيتون بحضور وزير الزراعة الدكتور عز الدين بوستيت وخبراء من أكثر من 30 دولة تهتم بزراعة الزيتون. أكد وزير الزراعة على أهمية هذا المحصول الاستراتيجي، وأن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى في الفترة المقبلة للتوسع في زراعة الزيتون من خلال المشروعات القومية، خاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان.